واعتبر المحاضرة التي أقيمت فيه محاضرة ليعقوباب يعتبرها الدكتور الهواري سفها مع أنها كانت بالأدلة. ايجي ايجي انت عمرك كله انتماء في الدعوة سنتين تنتقد محمد حسين يعقوب وتقيم فيه كلام محاضرات ودروس وجرح ونقد، على قلت عندي ده والله سفه يا شباب، معلش مع كامل الاحترام لكن عندي ده سفه. فإذا حكمنا الدكتور الهواري بكلامه فإنه لما أخرج أحد الشباب وهو خوج الإبراهيم كتابا في الرد على الإخوة العاملين في الدعوة في الجامعات والأسواق والمساجد، وكان قد بهتهم وكذب عليهم وأتى بأباطيل في الشريعة مستدلا ببعض النصوص التي لم يفهمها الكاتب، كنا قد رددنا عليه وقلنا عن كلام هذا الكاتب الشاب إنه باطل وفارق. فقال الدكتور الهواري وهو يعلق على ردنا على الرسالة: فالإطلاقات أصلا دليل على جهل الإنسان، إنسان جاهل ويتمت يطلق إطلاقات والله في غاية الظلم. أنا من الإطلاقات اللي شفتها في ولدنا ده خوجلي إبراهيم، طلع رسالة كده نقول نقل فيها فتاوى 10 من المشايخ، واحد من شبابنا ديل علق عليها قال ده كلام فارغ، خلينا كلام المشايخ ما في آيات، فيها آيات إذا عملناك بالإطلاق ده بتمرق بر الدين، كلام رب العالمين داخل فينا آيات دين تقول لي كلام فارغ كيف؟ ما دي الإطلاق اللي أنت تفصله. وبنفس فقه الدكتور الهواري المحاضرة التي أقمناها في ردنا على باطل المدعو محمد حسين يعقوب التي أقمناها كان فيها آيات وأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تحكم على ذلك كله بالسفه وتقسم بالله أن ذلك سفه؟ فإذا عاملناك يا دكتور بفقهك أنت ومنهجك أنت هل ستخرج خارج الدين كما زعمت؟ ثم قال الدكتور الهواري أيضا: الإطلاقات دليل على جهل الإنسان. فالإطلاقات أصلا دليل على جهل الإنسان، وهذا الذي وقع منه الآن هو نفس ما أسماه هو إطلاقا، فهل يحكم الدكتور على نفسه بالجهل أم هل يتوب ويرجع إلى الله تعالى وهو الغفور الرحيم؟ ومن الإطلاقات الغريبة للدكتور الهواري قال: وهكذا سنة الله، ما أحد نقد الحزبية إلا وقع فيها. نقدها النبي صلى الله عليه وسلم، نقد الحزبية ونقدها الصحابة ونقدها العلماء من السلف ومن علمائنا المعاصرين كالألباني والعثيمين وابن باز والفوزان والعباد والعلامة مقبل والعلامة ربيع وغيرهم، فهل هؤلاء جميعا الذين نقدوها وقعوا فيها؟ هذا بنفس منطق الدكتور الهواري. والجواب عن كلامنا عن رسالة هذا الشاب أنها باطلة وفارغة: ليس المقصود الآيات القرآنية أنها باطلة أو فارغة أو الأحاديث النبوية، وإنما المقصود فهمه هو وكلامه هو الفارغ الباطل. وعقلا نسأل الدكتور الهواري عن كتاب التجانية مثلا المسمى بجواهر المعاني وبلوغ الأماني للشيخ أحمد التجاني، هل هو حق أم باطل؟ الآن نسأل الدكتور الهواري هذا السؤال: هل كتاب التجانية حق أم باطل؟ فإن قال باطل وغالب ظننا أنه سيقول كذلك، قلنا فإن فيه آيات وحديث، فهل تقصد أنها باطلة؟ قال: لا، إنما أعني استدلالهم الفاسد بها وكلامهم هم. قلنا: هذا قولنا وعلى ذلك فقس.